عن سحب المرشح حمدين صباحي لمندوبيه من لجان الاقتراع فيما قال انه على خلفية القبض على عدد منهم، يعني من متابعتك لنشاط اللجنة ونشاط المندوبين بها، هل هم متواجدين من قبل المرشحين؟ نحن هنا منذ يومين ولم نرى أي تواجد هنا لأحد من مندوبي المرشح حمدين صباحي، الكل هنا ملتزم بالصمت الانتخابي. أيضا كانت هناك منظمات دولية منها International Democracy، وأيضا السفير السويسري جاء إلى هنا ماركس لانتر للمتابعة، وأيضا جمعية حقوق الإنسان ووفد من الاتحاد الأوروبي. لم يكن هناك أي خروقات ولا لم يكن أحد من مندوبي المرشح حمدين صباحي هنا. شكرا جزيلا لك بسمة الشاعر من الهرم. وعودة إلى شبرا ومراسلنا هناك منذر أبو دوح أصبح في المتناول الآن. منذر أحييك من جديد، وسؤالي هذه المرة هل من أي تجاوزات حدثت اليوم؟ بالفعل كانت لنا أسئلة كثير مع المواطنين، وخاصة من قدموا للإدلاء بأصواتهم إذا كانت هناك أي مشاكل أمامهم أثناء تعيق عملية التصويت. الغالبية كانت لهم تصريحات بأن عملية التصويت تمر بسلام، لم يجدوا أي مشاكل أثناء قدومهم للجان الانتخابية أو أثناء عملية التصويت، وذلك وفقا للتيسيرات التي قدمتها الحكومة والمحافظة، وكذلك تيسيرات القضاء القائمين على عملية التصويت، وكذلك تيسيراتهم لكبار السن وذوي الاحتياجات، وخاصة وبالنسبة للجان التي تكون موجودة في الأدوار العليا يقوم القاضي بالنزول لذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن وإدلائهم بأصواتهم أمامه ويتأكد من ذلك وفقا للقوانين. وكذلك هناك تيسيرات عدة، منها توفير مياه الشرب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، قامت المحافظة بتوفير عرباء متنقلة أمام اللجان لتوفير مياه الشرب للمواطنين، وكذلك سيارات الإسعاف، وكذلك توفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن. هذه بالنسبة للتيسيرات ساعدت على تسهيل عملية التصويت. بالنسبة للخروقات للعملية الانتخابية، ما تابعته مع القضاء في مدرسة شبرا التوفيقية والمدارس المجاورة قالوا بأنه لم ترد إليهم أو أي شكاوى، أو لم يقم أي من المندوبين بتقديم شكاوى خاصة بهذه العملية الانتخابية أو مشاكل خاصة بوقف العملية الانتخابية أو أيا كان. أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح، وأعود من جديد إلى زميلة نرمين خليل. تفضلي نرمين. شكرا لك يا ريهام. إذا مشاهدينا، يواصل المصريون لليوم الثالث على التوالي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد فترة التصويت ليوم إضافي. أسباب مختلفة منعت الناخبين اليومين السابقين من الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، ما جعل قرار تمديد فترة الانتخاب يلاقي استحسانا لديهم. لليوم الثالث على التوالي يحرص المصريون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن مشاركتهم في العملية الانتخابية. الناس جاية بقى المرة دي بتنتخب لأنها عاوزة تحقق إرادة معينة شايفاها ده صالح الدولة، فدي انتخابات فعلا نزيهة فعلا شفافة بالنسبة للمواطن كمان، فهو جاي بيأدي صوته بحرية. بالنسبة للإقبال، انت عندك لما يحصل لي انا بالنسبه لي هنا اللجنه تعدي ال 50%، ده ما حصلتش. 50% من القوه الاساسيه ما حصلتش، ده رائع. يعني احنا عملنا طفره، يعني فعلا الشعب المصري عمل معجزه. جاي اشارك عشان البلد، عشان نبقى في عيش في امان وسلام. الناخبون أكدوا أن مد فترة الانتخابات لليوم الثالث كان فرصة جيدة لهم للمشاركة نظرا لوجود العديد من الأسباب التي منعتهم في المشاركة في اليومين السابقين. هي فرصة كويسة معهم ثلاث يوم، يعني الناس اللي هي مسافرة، الناس اللي هي بره، الناس اللي هي عايز تنتخب، الناس اللي هي في كذا كذا حد عايز يروح ينتخب، بس كان المشكلة في الوقت بس مش أكتر. بس كويسة معهم يوم ثالث، يعني فرصة الناس اللي ما جاتش تنزل بقول لهم ينزلوا. انا انتخبت من اول يوم حضرتك، بس انا بشجع اي منتخب اللي انا اجي معاه وده هو، ويعني طبعا كويس برضو اللي هم يدوا يوم زياده عشان اللي مش فيه اول يوم او تاني يوم في قدامه فرصه لثالث يوم. دعوه هامه لكل المصريين الذين لم يشاركوا في العمليه الانتخابيه باهميه التوجه للجان الاقتراع للمشاركه في صنع مستقبل جديد للبلاد. اميره فتحي، النيل.
هذا وقد شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد إقبالا متفاوتا من المواطنين منذ بداية اليوم الثالث للانتخابات، وحرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من بدء التصويت لتلافي التعرض لحرارة الشمس. ويتوقع القائمون على سير العملية الانتخابية داخل مقار اللجان أن يزداد إقبال الناخبين في فترة ما بعد الظهيرة وبعد عودة الموظفين من أعمالهم وانخفاض درجات الحرارة. بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناخبين وإتاحة الفرصة للوافدين للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد عملية التصويت ليوم ثالث، والذي شهد تفاوتا في الإقبال في مختلف محافظات مصر. لازم ننزل نشارك عشان مصر، وعشان حتى لو هندي اي واحد من المرشحين الاثنين، بس لازم ننزل نشارك عشان مصر ونمشي العجله بتاعت مصر عشان نشوف الدنيا تمشي ازاي، عشان كده الحل واقف والشباب نازل، ما فيش يعني السواق كلها نازل الحمد لله. كلنا بنشارك عشان مصر، كله بينزل عشان مصر عشان العجله تمشي وعشان ايه الدنيا تمشي كله، يعني ما فيش حد بيسعى لهدف شخصي، لا كله عشان مصر. عشان احنا شباب عملنا ثورتين فلازم نكمل ثوراتنا في مشاركه في الانتخابات وندي بصوتنا على الانتخابات اللي يستحق كده. وعن اختفاء ظاهرة الطوابير في بعض اللجان، أرجع القائمون على العملية الانتخابية ذلك لعدة أسباب. أنا مش عارفة الناس مطلعة منين إشاعات إن الإقبال ضعيف، بالعكس الإقبال المرة دي، أنا نزلت انتخابات كتيرة قوي كل الانتخابات اللي فاتت، أنا شايفة إن الإقبال المرة دي أكتر كتير. إحنا هنا في اللجنة عندي تجاوزنا تقريبا 50% ولسه النهاردة معانا اليوم كله، فأنا شايفة إن الإقبال كويس قوي ومفيش عزوف خالص عن الانتخابات زي ما بيقولوا. أول حاجة اللجنة العليا للانتخابات قامت يعني بتوزيع المناطق الانتخابية وزود عدد الموظفين، يعني احنا مثلا عندنا في اللجنة دي 7 موظفين غير سيادة المستشار اللي معنا، 7 موظفين يعني مفيش يعني على كل مثلا على كل دفتر في واحد، يعني بيجي اي مواطن بيجي ما بياخدش ثانية كده بيخلص اسمه على طول. تستمر عملية التصويت حتى انتهاء الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات لتقول الصناديق كلمتها وتسمي رئيس مصر القادم. وآخر أخبار المشاركة في صناديق الاقتراع على رئيس مصر في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية من خلال هذه المتابعة مرة أخرى مع ريهام رجوي. إليك ريهام. ترى ما مدى إقبال أهالي دمياط على التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية؟ نحاول إجابة على هذا التساؤل ونتواصل هذه المرة مع زميلة بيرين شوقي لتعرفنا على الصورة أكثر في اليوم الثالث من التصويت. بعد التحية لك بيرين، الأحوال لديك؟ نعم، يعني محافظة دمياط من المحافظات التي تشهد استقرارا وأمنا وإقبالا من الناخبين خاصة من المرأة. منذ قليل أصدرت غرفة العمليات التابعة لمحافظة دمياط بيانا حول عدد المصوتين حتى الآن، والذي وصل إلى 400,040 صوتا من إجمالي كتلة تصويتية تتعدى 900,000. ومعي الآن المستشار أحمد العدوي رئيس لجنة رقم 7 بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية. سيادة المستشار، هل الأجواء التي تسير من خلالها العملية الانتخابية تسهل عملكم وتشجع الناخبين خاصة في محافظة دمياط على النزول؟ الأجواء ممتازة جدا، طبعا في محافظة اللجنة اللي أنا فيها يعني الأجواء ممتازة جدا وفي تعاون كبير من الناس ومن الدنيا كلها ماشية الحمد لله تمام. يعني نسب التصويت التي وصلت حتى الآن في اللجنة لديكم؟ يعني أول امبارح أو أول يومين وصلنا ل 2100 صوت، يعني أكثر من 50% يعني الحمد لله. من إجمالي 3999، يعني 4000 صوت يعني. النسب يعني الشريحة الأكبر المشاركة لهم من كبار السن أم من الشباب؟ لا كبار السن، هي اللجنة أساسا معظمها كبار سن، وكان الإقبال في أول يوم كان كله تقريبا كبار سن، امبارح كان الشباب كان هم اللي كانوا غالبين شوية امبارح، والنهاردة برضو يعتبر برضو الشباب. عملية التأمين هي أيضا تشجع الناخبين على النزول؟ لا ممتازة جدا عملية التأمين ما شاء الله، يعني ممتازة جدا وفي تعاون كبير أصلا بين الناس بين المواطنين وبين الشرطة وبين الجيش. 6 أكتوبر؟ ما شاء الله. لا طب هل عدم وجود مراقبين اليوم لأحد المرشحين يؤثر على سير العملية الانتخابية؟ لا طبعا ما لهش أي تأثير، بس احنا كنا بصراحة نتمنى ان هم يكونوا موجودين، يعني انا مش عارف اصلا هم اساسا تغيبوا ليه او انسحبوا ليه، كنا نتمنى يكونوا موجودين وبتوقع ان هم يجوا ساعة الفرز،
يعني أنا بتوقع أن اللي هم الأخ اللي هو منسحب أو ما جاش النهاردة أن يجي إن شاء الله ساعة الفرز بإذن الله، نتمنى يعني. شكرا لك جزيلا سيادة المستشار. يعني أريد أن نشير أيضا إلى أنه منذ قليل كانت هناك أجواء احتفالية من أهالي دمياط رافعين الأعلام المصرية يحتفلون بهذه الانتخابات الذي يعني يتفائلون بها، يتمنون أن يأتي رئيس يحقق يعني خارطة المستقبل لكي يعني تنعم مصر بالاستقرار والأمان في الفترة القادمة. برين شوقي أشكرك جزيلا. إلى 6 أكتوبر كما ذكرت مراسلتنا في دمياط أكثر من 50% كانت موجودة في لجان الاقتراع من الكتلة كنسبة من الكتلة التصويتية في هذه المحافظة. هل نسبة المشاركة في 6 أكتوبر مقاربة من هذه النسبة أم لا؟ نتوجه بالسؤال إلى مراسلتنا نشوى صالح. مساء الخير نشوى. اهلا زملائي العزيزه. نعم تفضلي. بالفعل مدينه 6 أكتوبر تشهد في اليوم الثالث لعمليه الاقتراع على التصويت على الانتخابات الرئاسيه اقبالا محدودا منذ صباح اليوم، الا انه بدا مع انخفاض درجات الحراره الى حد ما في مدينه 6 أكتوبر بالتزايد النسبي. ما كانش في لجنه مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية حوالي أكثر من ساعة، خلال هذه الساعة دخل لي لجنة التصويت وهي لجنة الفرعية واحدة أكثر من 25 ناخب على التوالي. لم تستغرق عملية الاقتراع سوى ثواني لكل ناخب، وهذا ما أردت أن أؤكده هذه المرة في مداخلتي إلى قناة النيل للأخبار. البعض يحاول أن ينشر أن لا توجد توابير، وبالتالي هذا إنعكاس طبيعي لعملية عدم الإقبال على الانتخابات الرئاسية. فبسؤالي إلى المستشارة المسؤولة عن لجنة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية أكدت لي أنها لمدة 3 سنوات تشرف على أكثر من استحقاق سواء انتخابي سواء الدستور أو الانتخابات الرئاسية السابقة لن تتجاوز نسبة المشاركة 30 أو 25%، أما هذا العام فهي تعدت 40% داخل هذه اللجنة الفرعية. طيب مشاركة 6 أكتوبر أهالي 6 أكتوبر تجاوزت 50% حتى الآن؟ مدرسة 6 أكتوبر الفندقية وهي لجنة للسيدات يتجاوز عدد الناخبات فيها 9000 اسم تجاوزت 65%. أما مدرسة 6 أكتوبر للرجال وهي لجنة فرعية للرجال تجاوزت 43%. طيب نشوى بمتابعتك للأداء، ما هي الشريحة الأكثر تصويتا على مدار 3 أيام الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية؟ من خلال متابعتي للجان المختلفة في مدينة 6 أكتوبر لاحظت الملحوظات الآتية. في أول يوم للتصويت على الانتخابات الرئاسية وخاصة في ساعات الصباح الأولى كانت النسبة الأكثر أو الأكثر من المشاركات من السيدات، وخاصة على وجه التحديد من كبار السن. مع مرور الساعات بدأت تظهر فئة ربات البيوت والعاملات التي عدنا من العمل مبكرا بالطبع وذهبنا إلى لجان الإقتراع. أشكرك جزيلا على هذه المتابعة نشوى صالح. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام لكن بعد الفاصل.